بالعودة إلى طفولته، فقد ولد تشارلز مانسون في 12 نوفمبر سنة 1934 خارج نطاق الزواج لأمه المدعوة كاثلين مانسون باور كانفيندر، والتي كانت حينها تبلغ من العمر 16 عاما في مركز الصحة الأكاديمية بجامعة سينسيناتي بولاية أوهايو تحت اسم تشارلز ميليس مادوكس، فيما يعتقد والده البيولوجي هو الكولونيل ووكر هندرسون سكوت من ولاية كنتاكيو، الذي رفعت كاثلين مادوكس دعوى أبوة ثبتت في العام وفي أغسطس سنة 1934 قبل ولادة مانسون. فقد تزوجت كاثلين من شخص ثاني وهو ويليام يوجين مانسون، وقد اشتهرت والدته بالإسراف في الشرب رفقة شقيقها لوثر وترك ابنها برفقة المربيات لوقت طويل. وفي العام 1939 فقد ألقي القبض عليها برفقة صديقة شقيقها بعد سرقة رجل كانتا برفقته في الحانة، وفي المحاكمة بعد 7 أسابيع من القبض عليهم حكم على لوثر بالسجن لمدة 10 سنوات وعلى كاثلين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما تم وضع مانسون في منزل لأقاربه الموجود بفرجينيا الغربية حتى إطلاق سراح والدته عام 1942. وقد وصف مانسون الأسابيع الأولى بعد عودتها من السجن بأنها أسعد أوقات حياته. مع بداية حياته الدراسية كان مانسون كثير الغياب، كما كانت أمه تقضي أمسياتها في الشرب ليتم القبض عليها مرة أخرى بتهمة السرقة، ولكن لم تتم إدانتها. وبعد انتقالها إلى إديانابوليس فقد بدأت كاثلين في حضور اجتماعات مدمني الكحول، حيث التقت بمدمن كحول يدعى لويس، تزوجته في أغسطس 1943. وعندما كان في 9 من عمره فقد أضرم مانسون النار في مدرسته، كما بدأ في الدخول في مشاكل مع المحاكم بسبب التغييب عن المدرسة والسرقات البسيطة. فحاولت المحكمة في البداية وضعه في منزل حاضن، لكنها لم تجد أي شخص. وفي العام 1947 في سن 13 تم وضعه في مدرسة جي بولت للبنين في إنديانا، وهي مدرسة للجانحين الذكور يديرها كهنة كاثوليك. كانت المعاملة في المدرسة صارمة للغاية، حيث تضمنت العقوبة حتى على أصغر مخالفة الضرب بمجداف خشبي أو حزام جلدي. فهرب مانسون ونام في الغابة قبل أن يعود إلى منزل والدته التي أعادته مرة أخرى إلى المدرسة، لكنه بعد 10 أشهر هرب إلى إنديانابوليس. هناك وفي العام 1948 فقد ارتكب مانسون جريمته المعروفة الأولى بعد سرقة متجر بقالة، فحصل على مبلغ $100 استخدمها لاستئجار غرفة في منزل ولشراء الطعام قبل أن يحصل على وظيفة في شركة ويستر يونيون، إلا أنه عاد بسرعة لتكملة أجره بالسرقة. تم القبض عليه في نهاية المطاف، وفي العام 1949 أرسله قاض تعاطف مع حاله إلى بويز داون، وهي دار للأحداث في أوماها، لكنه بعد 4 أيام سرق هو وشخص آخر سيارة وحصل بطريقة ما على مسدس استخدماه لسرقة متجر بقالة وكازينو، ثم شق طريقهما إلى منزل عمه نيلسون في إلينوي. كان عمه لصا محترفا، وعندما التحق به فقد اعتبرهما كمتدربين قبل أن يتم القبض على مانسون. بعد ذلك بأسبوعين خلال محاولاته لسرقة أحد المتاجر وفي التحقيق الذي أعقب ذلك وجد متورطا في سرقتين سابقتين، فتم إرساله إلى مدرسة إنديانا للبنين، وهي مدرسة إصلاح صارمة. في المدرسة تعرض للضرب بشكل متكرر، حيث هرب 18 مرة. وأثناء وجوده في المدرسة طور مانسون تقنية للدفاع عن النفس أطلق عليها فيما بعد اللعبة المجنونة، حيث عندما يكون غير قادر جسديا على الدفاع عن نفسه فإنه كان يصرخ ويصرخ ويلوح بذراعيه لإقناع المعتدين بأنه مجنون. وبعد عدد من المحاولات الفاشلة فقد هرب رفقة صبيين آخرين،
في فبراير 1951. كان الهاربون الثلاثة يحاولون القيادة إلى كاليفورنيا في سيارات مسروقة عندما تم القبض عليهم في ولاية يوتاه بعد أن سرقوا عدة محطات تعبئة وقود على طول الطريق إلى جانب قيادة سيارات مسروقة عبر خطوط الولاية، ليتم إرسال مانسون هذه المرة إلى مدرسة التدريب الوطنية للبنين في واشنطن العاصمة. ثم بناء على توصية من طبيب نفسي، فقد تم نقل مانسون في أكتوبر 1951 إلى مخيم الجسر الطبيعي، وهو مؤسسة أمنية، حيث زارته خالته وأخبرت الإداريين أنها ستسمح له بالبقاء في منزلها وستساعده في العثور على عمل. لكنه عاد وألقي القبض عليه وهو يعتدي على صبي تحت تهديد السكين، ليتم نقله إلى الإصلاحية الفيدرالية في بوترسبورغ فيرجينيا، وهناك ارتكب ثمان مخالفات تأديبية خطيرة. بعدها تم نقله إلى إصلاحية أمنية مشددة في أوهايو، حيث كان من المتوقع أن يبقى حتى الإفراج عنه في عيد ميلاده 21 في نوفمبر سنة 1955، لكن سلوكه الجيد أدى إلى الإفراج المبكر عنه في مايو سنة 1954، ثم ذهب للعيش مع عمته وعمه غرب فيرجينيا. وفي يناير 1955 فقد تزوج مانسون من موظفة في مستشفى تدعى روزالي جان ويلس، ثم بعد حوالي 3 أشهر من وصوله وزوجته الحامل إلى لوس أنجلوس في سيارة مسروقة في ولاية أوهايو، فقد اتهم مرة أخرى بارتكاب جريمة فيدرالية لأنه أخذ السيارة عبر خطوط الولاية. وبعد تقييم الطب النفسي تم إخضاعه للمراقبة لمدة 5 سنوات، وبعد عدم التزامه بحضور الجلسات تم اعتقاله في مارس 1956 في إنديانابوليس، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في جزيرة تيرمينال بكاليفورنيا. وأثناء وجوده في السجن أنجبت روزالي ابنهما تشارلز مانسون جونيور، وقبل أقل من أسبوعين من موعد جلسة الإفراج المشروط فقد أبلغته والدته أن روزالي تعيش مع رجل آخر، فحاول الهروب عبر سرقة سيارة ليتم إخضاعه مرة أخرى للمراقبة لمدة 5 سنوات، ورفض الإفراج المشروط عنه. حصل مانسون على الإفراج المشروط لمدة 5 سنوات في سبتمبر من العام 1958، وبعد سنة واحدة أقر بأنه مذنب في محاولة صرف شيك مزور لخزانة الولاية المتحدة، والذي ادعى أنه سرقة من صندوق بريد، لكن تم إسقاط التهمة الأخيرة في وقت لاحق، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع وقف التنفيذ تحت المراقبة، بعد أن قامت شابة تدعى ليونا تملك بدورها سجل اعتقال بتهم مختلفة بتقديم التماس أمام المحكمة بأنها ومانسون يحبان بعضهما وينويان الزواج إذا تم إطلاق سراحه. بعدها تم القبض على مانسون في يونيو بولاية تكساس، وتمت إعادته إلى لوس أنجلوس لمخالفته فترة المراقبة بتهمة صرف شيكات مسروقة، كما أعيدت له عقوبته البالغة 10 سنوات أمضى منها عاما يحاول استئناف الحكم دون جدوى. وفي يوليو من سنة 1961 تم نقله من سجن مقاطعة لوس أنجلوس إلى سجن الولايات المتحدة في جزيرة ماكنيل واشنطن، وهناك تعلم عزف الكتار من زعيم عصابة باركر كاربس ألفين. وعند الإفراج عنه في 21 مارس من العام 1967، فقد كان قد أمضى أكثر من نصف سنواته 32 في السجون والمؤسسات الإصلاحية الأخرى، حيث قال حينها للسلطات إن السجن أصبح منزله، كما طلب الإذن بالبقاء. ثم بمجرد خروجه من السجن بدأ مانسون في جذب مجموعة من الأتباع، معظمهن من النساء من جميع أنحاء كاليفورنيا، وأطلق على المجموعة فيما بعد اسم عائلة مانسون. كان أبرز الأعضاء في عائلة مانسون هم تشارلز تاكس واتسون، وهو موسيقي وممثل سابق، وأيضا الموسيقي السابق روبرت بوسولوي ماري برونرو، وهي أمينة مكتبة في السابق، سوزان أتكنز وليندا كاسابيان باتريشيا
كلين وينكل ثم لينزي فان هويتن. وخلال صيف العام 1969 فقد أخبر مانسون أتباعه بأنه ستكون هناك قريبا حرب عرقية بين سكان أمريكا السود والبيض، كما أشار إلى الحرب القادمة باسم هيلتر سكيلتر. وفي أوائل أغسطس سنة 1969 فقد شجع أتباعه على بدء تلك الحرب من خلال ارتكاب جرائم قتل في منطقة لوس أنجلوس وجعلها تبدو أنها قد ارتكبت بدوافع عنصرية، حيث اكتسبت عائلة مانسون شهرة على الصعيد الوطني بعد مقتل الممثلة شارون تيت وأربعة أشخاص آخرين في منزلها في 8 و9 أغسطس من العام 1969. كما نفذ تاكس واتسون وثلاثة أفراد آخرين من العائلة جريمتي قتل أيضا بناء على تعليمات مانسون. وخلال محاكمته أدين مانسون هذه المرة بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن إيديولوجيته لتحفيز حرب عرقية لقتل أولئك الذين اعتبرهم خنازير كان جزءا أساسيا من حياة باقي الأفراد. كان أفراد العائلة مسؤولين أيضا عن اعتداءات وسرقات وجرائم أخرى ومحاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة آنذاك جيرالد فورد في سكارمنتو على يد لينيتسو كويكي، في حين يعتقد أن مانسون لم يقتل أو يحاول قتل أي شخص بنفسه، لكن كانت هناك أدلة على أنه أطلق النار على تاجر مواد غير مشروعة وتركه ليموت في 1 يوليو من العام 1969 على الرغم من أنه نجا. ثم في أوائل أغسطس من العام 1970 فقد قال الرئيس ريتشارد نيكسون للصحفيين أنه يعتقد أن مانسون مذنب في جرائم القتل إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي 5 أكتوبر 1970 فقد حاول مانسون قتل القاضي أثناء وجود هيئة المحلفين في الغرفة، حيث هدد القاضي أولا ثم قفز فوق طاولة محاميه حاملا قلم رصاص حاد في اتجاه القاضي، لكن تم تقييده قبل أن يتمكن من الوصول إلى القاضي. وبينما كان يخرج من قاعة المحكمة فقد صرخ قائلا للقاضي: باسم العدالة المسيحية يجب أن يقطع شخص ما رأسك. ومنذ ذلك اليوم بدأ القاضي بحمل مسدس إلى المحاكمة مباشرة بعد أن استأنف محامي المتهمين القضية. وفي 30 نوفمبر 1970 لم يمثل محامي ليزلي فان هيوتن المدعو رونالد هيوز أمام المرافعات الختامية في المحاكمة، وعثر عليه ميتا في وقت لاحق في حديقة ولاية كاليفورنيا. ونتيجة لذلك زعم الكثيرون أن هيوز لربما يكون قد قتل من قبل عائلة مانسون. في 25 يناير من العام 1971 فقد وجدت هيئة المحلفين أن مانسون وكين وينكل وآتكنز مذنبون بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في جميع عمليات القتل السبعة. كما وجدت هيئة المحلفين أن فان هيوتن مذنبة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في عمليات القتل في لابيانكا. وغير الإدانات فقد عقدت المحكمة جلسة منفصلة أمام نفس هيئة المحلفين لتحديد ما إذا كان ينبغي الحكم على المتهمين بالإعدام من عدمه. في 4 مارس سنة 1971 في منتصف مرحلة إصدار الحكم فقد قام مانسون بقص لحيته وحلق رأسه قائلا لوسائل الإعلام: أنا الشيطان والشيطان لديه رأس أصلع دائما، فيما امتنع باقي أفراد عائلة مانسون عن فعل ذلك. ثم بعد 4 أيام فقد أعلنت هيئة المحلفين قرارها بالحكم على جميع المتهمين 4 بالإعدام. وقبل مغادرة قاعة المحكمة صاحت المتهمة آتكنز أمام هيئة المحلفين: من الأفضل أن تغلق أبوابكم وأن تراقبوا أطفالكم. كانت محاكمة مانسون هي أطول محاكمة قتل في التاريخ الأمريكي عندما حدثت، والتي استمرت 9 أشهر ونصف جنبا إلى جنب مع قضية اختطاف تشارلز ليندنبرغ في 30ات وقضية أوجي سيمسون في 90ات، كما كانت من أكثر القضايا الجنائية الأمريكية انتشارا في القرن 20 و
والتي بلغ حجم ملفها 32 ألف صفحة. أكسبته القدرة على التنكر لقب رجل الألف وجه، ومكنته من البقاء طليقا أثناء دعاية كبيرة حول كونه رجلا مطلوبا للعدالة، فقد كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تجسيد لشخصية روبن هود المناهضة للمؤسسة. بالعودة إلى التفاصيل، فقد ولد جاك رينيه ماسترين في كليشي بالقرب من باريس في 28 من شهر ديسمبر من سنة 1936 لزوجين من الطبقة الاجتماعية. وعندما كان طفلا فقد شاهد مذبحة للقرويين على يد الجنود الألمان. كان لدى والديه تطلعات كبيرة حول مستقبله، ولذلك فقد أرسله إلى كوليج دي جويلي الكاثوليكية المرموقة، حيث كان من بين أصدقائه أمثال الموسيقي والملحن جان جاك ديبوت، كما كان ميرسن تلميذا متمردا ومشاغبا، لذا فقد تم طرده من جويلي لمهاجمته المدير، كما استمر في تلقي الطرد من مدارس أخرى ليسقط في أسلوب حياة الأحداث الجانحين، وهو الأمر الذي أثار استياء عائلته. وفي العام 1955 وفي سن 19 تزوج ميرسن من فتاة تدعى ليديا دي سوزا في كليشي، قبل أن ينفصل بعد عام من زواجهما. بعدها تم تجنيده في الجيش الفرنسي، كما وتطوع للقيام بمهمة خاصة خلال الثورة الجزائرية كمظلي. وأثناء مشاركته في عمليات مكافحة التمرد، فيقال أن مهمات ميسترين تضمنت قتل السجناء في معظمها. وعلى الرغم من أنه لم يعجبه الانضباط العسكري، إلا أنه كان يتمتع بالنشاط، وقد تم توشيحه بصليب الشجاعة العسكرية من قبل الجنرال المدعو شارل ديغول قبل مغادرته الجيش في العام 1959، بينما قد ادعى والده لاحقا أن الوقت الذي أمضاه في الجزائر قد تسبب في تدهور ملحوظ في سلوك ابنه. أما في العام 1961 فقد انضم ماسترين إلى المنظمة العسكرية السرية، وهناك تزوج بامرأة تدعى ماريا دي لا سوليداد، وقد أنجب 3 أطفال، ولكنهما انفصلا فيما بعد في العام 1965. وفي العام 1952 حكم على ماسترين بالسجن لمدة 18 شهرا، وذلك بتهمة السرقة، وقد كانت هذه أول عقوبة سجن له، على الرغم من أنه كان مجرما محترفا لعدة سنوات قبلها. بعد إطلاق سراحه بذل ماسترين جهودا عديدة لإصلاح نفسه، فقد عمل في شركة التصميم المعماري، ومع ذلك فقد أدت بعض المشاكل في العام 1964 إلى تسريحه من عمله. بعدها اشترت له عائلته عقد إيجار مطعم ريفي، وهو الدور الذي كان ناجحا فيه تماما، لكنه انتهى بعد أن عاد للتسكع مع معارف من ماضيه من مجرمين ومدمنين. وقد ثبت له خلال تلك السنوات أنه من المستحيل مقاومة إغراء المال السهل والنساء، فقد قرر العودة إلى عالم الجريمة. ثم في شهر ديسمبر سنة 1965 فقد ألقي القبض على ماسترين في فيلا الحاكم العسكري في بالما دي مايوركا، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر. وادعى لاحقا أن السلطات الإسبانية اعتقدت أنه كان يعمل لصالح المخابرات الفرنسية بسبب جنسيته وسفره الدائم. وفي العام 1966 افتتح ماسترين مطعما في جزر الكناري، ثم في شهر ديسمبر من نفس العام فقد سرق محل مجوهرات في جنيف، وأيضا فندقا في شاموني. وخلال العام التالي قام بسرقة متجر أزياء موجود في باريس. ثم في فبراير سنة 1968 فقد هرب إلى كيبك مع صديقته جين شنايدر، وخلال تلك الفترة عمل كمدبر منزل وطباخ، وأيضا سائقا لمليونير النسيجي المدعو جورج ديسلوريح لبضعة أشهر. وبعد أن نشبت بينهما بعض المشاكل، فصلا هو وصديقته من العمل. فقد حاول الاثنان اختطاف السيد ديسلوريح، لكن هذا المخطط فشل، حيث كان من المفترض أن المهدئ الذي سيستعمله الاثنان له
تأثير قوي، ولكن لم يكن كذلك. وفي يوم 26 من شهر يونيو من سنة 1969 هرب ماسرين وصديقته شنايدر إلى الولايات المتحدة، وبعد أيام قليلة تم العثور على إيفلي لوبوثلي وهي سيدة كان يسكنان معها مخنوقة، وبعد أسبوعين تم القبض عليهما في ولاية أركسناس بناء على معلومات قدمها شريك لهما، وتم تسليمهما إلى سلطات كيبك بكندا. فحكم على ماسرين بالسجن لعشر سنوات بتهمة محاولة الاختطاف، ولكن لم يطل سجنه حيث هرب بعد بضعة أسابيع من إلقاء القبض عليه، لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي فيما تم تبرئته وصديقته من جريمة قتل السيدة لبوثله في العام 1971. وفي 21 من شهر أغسطس لسنة 1972 قطع ماسرين السياج للهرب مرة أخرى مع خمسة آخرين من سجن سانت فينسنت دي بول، ومن بين هؤلاء الخمسة كان شخص قد تعرف عليه في السجن المدعو بول ميرسح، ثم أصبح صديقين. ثم شرع الصديقين في سلسلة من سرقة البنوك في مدينة مونتريال الكندية، وأحيانا اثنين في نفس اليوم. ثم وبسبب استيائه الشديد من الطريقة التي عومل بها في السجن، فقد قام كل من ماسرين وصديقه مارتييه بمحاولة شديدة الخطورة لتسهيل هروب جماعي من سجن سانت فينسنت دي بول الشديد الحراسة، وذلك في 3 من شهر سبتمبر من سنة 1972. وقد تسبب ترويج خبر موعد الهجوم المحتمل في زيارة الأمن المحيط بشكل كبير بالسجن، وعند وصول الاثنان وجد أن المنطقة تعج بعدد كبير من الحراس المسلحين، فوقع تبادل لإطلاق النار أصيب فيه حارسان بجروح خطيرة، كما أصيب ماسرين وصديقه قبل أن يتمكن من الهرب. كان ذلك الحادث ما آثار غضب السلطات الكندية التي كثفت الجهود بشكل كبير لاعتقال الثنائي، وبعد أسبوع من محاولتهما الفاشلة لإطلاق سراح السجناء وأثناء محاولة عبورهما لطرق جابوي، فقد صادفهما ضابطين من الشرطة وحاول القبض عليهما، مما جعلهما يطلقان النار عليهما ليقتلاهما ويفر بعد ذلك. ثم واصل ماسرين سرقة البنوك في مدينة مونتريال حتى أنه تمكن سرا من الدخول إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لإقامة قصيرة في فندق والدوف أستوريا في نيويورك قبل الانتقال إلى مدينة كاراكاس بفنزويلا. وبحلول نهاية العام 1972 عاد ماسرين إلى موطنه فرنسا حيث استأنف سرقة البنوك. وفي 5 من شهر مارس من سنة 1973 وأثناء مشادات مع أمين الصندوق في أحد المقاهي لوح ماسرين بمسدس وأصاب ضابط شرطة بجروح خطيرة ليتم القبض عليه بعد 3 أيام من الواقعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، ويودع سجن لاسانتي شديد الحراسة حيث كان يعتقد أن الهروب منه مستحيل. وفي خطة من المحتمل أن تكون قد صيغت حتى قبل اعتقاله، فقد أخذ ماسرين قاض كان يحكم عليه في قضية أخرى كرهينة عبر تثبيته بمسدس، ثم هرب من باب خلفي. وبعد أن ظل طليقا لمدة 4 أشهر فقد تم القبض عليه في شقته الجديدة في باريس في 28 من شهر سبتمبر سنة 1973، وذلك بناء على معلومات قدمها زميل له كان يريد عقوبة مخففة. أعيد ماسرين إلى سجن لاسانتيه حيث كتب سيرة ذاتية بعنوان لانسنتنس دومور أو غريزة الموت، ادعى فيها أنه ارتكب أكثر من 40 جريمة قتل، وهو ما جعل فرنسا تسن قانونا يهدف إلى منع المجرمين من الربح من نشر جرائمهم. في ذلك الوقت كان ماسرين ينظر إلى سجن لاسانتيه على أنه دليل قد يثبت به الناس قدرته على الهرب من أي مكان متى أراد،
لذا فلم يكن بحاجة إلى أكثر من قواطع الأسلاك ودرجة عالية من الجرأة والشجاعة ليصبح خارج السجن بعد أيام من ذلك. وبوصوله إلى الشارع فقد قام برفقة صديق له هرب برفقته بسرقة سيارة، ثم فر مبتعدين ليصبح أول رجلين يهربا من سجن لاسانتي. بعدها قام بسرقة صانع أسلحة في باريس بعد 4 أيام من هروبهما من السجن. وفي 26 من شهر مايو من سنة 1978 سرق الثنائي كازينو دوفل وأخذ ما يقارب 130,000 فرنك، لكن الشرطة وصلت فور خروجهما فتم تبادل حوالي 50 رصاصة، وأصيب ماسترين لكن الثنائي نجا في الأخيرة. وعلى الرغم من اعتباره العدو العام الفرنسي الأول لينام نيميغو أن بيبليك، فقد ظهر ماسترين على غلاف مجلة باريس ماتش في 4 أغسطس سنة 1978، وهي المقابلة التي أفاضت كأس السلطات التي كثفت الجهود للقبض عليه. كان ماسترين بارعا في إخفاء مظهره وتجنب الشكوك، فقد ورد أنه ذهب لتناول مشروب مع جيرانه وضحك عندما قال أحدهم إنه يشبه ماسترين. بعد ذلك سافر إلى عدة أماكن كصقلية والجزائر ولندن وبروكسل، وعاد إلى باريس في نوفمبر من سنة 1978 حيث سرق مصرفا مرة أخرى. ثم في 21 من يونيو سنة 1979 فقد اختطف ماسترين مليونير العقارات المدعو هنري ليليفر، وحصل على فدية قدرها 6 ملايين فرنك. وباستمرار البحث فقد تبين من خلال رقم ترخيص السيارة التي كان يستخدمها أنها تعود إلى سيدة تدعى سيليفيا جين جاكويت، كما أشارت التحقيقات إلى أنها كانت تتردد على منطقة معينة دون سبب واضح، فقامت دوريات سرية بتمشيط المنطقة، وشوهد رجل يطابق مواصفات ماسترين وهو يسير برفقة سيدة في 31 من شهر أكتوبر سنة 1979 لتستمر المكان على مدار الساعة. وبعد يومين غادر الاثنان الشقة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منطقة بورت دوكلينانكورت في ضواحي باريس، فكان رجال الشرطة مباشرة أمام سيارتهما، وبحسب ما ورد في اللحظة التي سبقت إطلاق السلطات للنار فقد صدم ماسترين لدرجة أنه بدا وكأن رأسه سينفجر حين أدرك أنه محاصر. تم إطلاق 20 طلقة من مسافة قريبة، فأصيب ماسترين 15 مرة، إحداها كانت القاضية. بعدها ظهرت تلميحات في بعض المنشورات الإعلامية بأن ماسترين ربما تعرض لإطلاق النار دون سابق إنذار بطريقة غير مشروعة، لكن الشرطة أشارت إلى أنه أقسم أنه لن يستسلم أبدا، وأنه بالإضافة إلى حمله مسدس كان يمتلك قنبلتين يدويتين وجاهز لاستخدامهما. فيما استمرت محامية الدفاع السابقة لماسترين المدعوة مايتر مالينباوم لمدة 30 عاما في النضال من أجل تحقيق قضائي في الأحداث المحيطة بوفاة ماسترين في بورس دي كلينانكورس ومحاسبة الدولة الفرنسية على ما اعتبرته اغتيال موكلها. كما أعيد نشر لانسينست دو مورت في العام 1984 من قبل جيرار ليبوفيتشي مؤسس شومبر ليبر إديسيون، وهو رجل أعمال موهوب ومؤثر في صناعة السينما الفرنسية ومعروف بإعجابه بالمجرمين، حتى أنه تبنى ابنة ماسترين بعد وفاة والدها. وبذلك انتهت قصة الرجل الملقب بعدو فرنسا الأول، الذي اعتبر من بين أخطر المجرمين الوحيد الذي استطاع الهرب من سجن لانسينت الذي يعتبر الأكثر حراسة في فرنسا.